كابتن علاء اكيد كلاعب وكمدرب قبل كده، وسواء قطاع الناشئين او في الفريق الاول، ليك رؤيه في حته النادي الاهلي دائما وابدا بيبحث عن الفوز، زي ما قال الكابتن شريف مثلا، احنا لسه واخدين البطولات السنه اللي فاتت كلها وكسبانين ونايهين الموسم كويس قوي، ومع ذلك الماتش اللي فات لما تعادلنا مع وادي دجله، وده شيء طبيعي جدا ممكن يحصل في كره القدم، الا ان كلنا زعلنا. هو طبيعي في كره القدم، بس في مع جماهير النادي الاهلي ولاعيبته مش طبيعي. صحيح. تحس ان هو اليوم يعني اللي هو ازاي اتعادل، ودي مش من فراغ يا ايمن، دي انا هتكلم دي حاجه انت انا اتكلمت فيها من فتره، وانت في الناشئين بتتعود على كده. وقت ما تحط رجلك في النادي الاهلي في حاجات بتطبع بيها، واول طباع عندك انك مفيش حاجه اسمها مركز تاني، انت صحيح. بتلعب على بطوله من مدرسه الكوره لل 14 ل 15 بقى، وكل المراحل السنيه دي انت يعني سنه عن سنه انت الحاجه دي بتاثر فيك اكتر لحد ما توصل الفريق اول. الفريق اول بقى بتلاقي ناس متعوده على البطولات، فانت داخل مع مجموعه واخده بطولات بتحب البطولات، وانت متعود وانت صغير. ما هو دايما بيقول كده في مثل البلدي، يقول لك يعني ابنك عايز ما تعوده. صحيح. هو احنا كلنا اولاد النادي الاهلي متعودين في النادي ان مفيش حاجه اسمها غير بطولات. أي. مكسب، بتلعب مباراه، حتى مباراة الوديه، مباراه الاعتزال يا ايمن. صح. والله ما كنا بنلعبها اللي هو ما اعتزاله كل حاجه وجميع. انا عايز افكرك بحاجه. فضل. فاكر التقسيمات اللي كاتبينها وبين بعض؟ تقسيمات يعني تقسيمات انت لو خسرت في التقسيمه بتبقى مشكله والله. هي حتى هي بتبقى بص يا ايمن، يعني حتى لما في الاجازات وهنخلص دوريات واحنا صغيرين، لما معلش كنا بنلعب في الشارع. صح. مفيش حاجه ما بتخسرش في الشارع. مزبوط. انت خلاص في حاجه انت شربتها كده جواك وبتكبر بيها اسمها انتصارات. عشان كده دايما احنا بنتكلم نقول ان النادي الاهلي ببطولاته الكبيره وتاريخه العظيم ده يا جماعه ما جاش من فراغ، دي حاجات محتاجه شغل كبير جدا عشان حد يوصل لمكانه النادي الاهلي، فده. صح. حاجه انت بتطبع بيها وبتبقى موجود فيها لما حتى تخلص كوره، وبتبقى مثلا بتخش في موضوع التدريب، بتبقى في موضوع الناشئين، حتى الناشئ اللي بيجي انت مش ما بتاخدش وقت او مش بتصطنع الكلام. مزبوط. انت بتقول الكلام اللي انت جواك اتربيت عليه. مزبوط. زي المدربين اللي علموك، فانت بالتالي بتعلم يعني. صح. مثلا اسامه وعادل شغله في الناشئين، شريف رايح دماغه الموضوع المدربين ده خالص. أيه. ان هو ده الكلام، انك بتعود الناشئ على حته البطولات. صح.